تعد سلسلة ألعاب كول أوف ديوتي الأكثر شعبية في صناعة ألعاب الفيديو بمجال ألعاب القناصة من منظور الشخص الأول. وفي هذا الفيديو سنعرفكم على مختلف إصدارات كول أوف ديوتي، فكونوا معنا. وبالمناسبة لا تنسوا متابعة صفحة أريوم على يوتيوب. Call of Duty 4 Modern Warfare. بعد إصدار النسخة الرابعة من Call of Duty في عام 2007، تحولت هذه النسخة إلى أسطورة بمجال اللعبة. فقبل مجيء هذه النسخة، لم يكن يعرف اللاعبون المحترفون ما الذي يجب أن يتوقعه من اللعبة بالتحديد. فالاستراتيجية الأخذة للعب والشخصية اللافتة التي قد تعد اليوم في مجال ألعاب القناصة أمراً بسيطاً جداً، كلها مدينة إلى النسخة الأساسية من مودرن وارفير، وبالطبع النسختين التي تلتها. Call of Duty Modern Warfare 2019. في أواخر جيلها الثامن، توصلت شركة أكتيفيجن إلى أن عليها العودة إلى ثلاثية مودرن وارفير وتصميمها من جديد. وفي الخطوة الأولى، قام المصممون بالتركيز على الشخصيات القديمة لهذه السلسلة. المشاهد الواقعية والاستراتيجية الحديثة للعب والتطرق مرة أخرى إلى الشخصية الأكثر شعبية باللعبة جعلت من إصدار 2019 لمودرن وارفير إصداراً استثنائياً. إصدار أسعد جماهير كول أوف ديوتي وأعاد المجد للعبة بعد أن كانت قد واجهت انتقادات متوالية من قبل اللاعبين. Call of Duty Modern Warfare 2. بعد مجيئها إلى الوقت الحاضر وخوضها تجربة حرب افتراضية في النسخة الأولى من Modern Warfare، قدمت Activision للاعبيها ما كانوا يتوقعونه بالتحديد، مواصلة الحروب الحديثة في النسخة التالية. تمكنت شخصيات مثل كابتن برايس وسوب وغوست من بلوغ ذروة شعبيتها في هذه النسخة، مواصلة هذه الشعبية حتى الآن. وبعد فترة طويلة، تضمنت هذه النسخة من كول أوف ديوتي أكثر من شخصية سلبية، حيث تم تقديم شخصيتين سلبيتين رهيبتين وفريدة من نوعها في عالم اللعبة. كذلك أتيحت للاعبين في هذه النسخة مرحلة روشن، وهي التي قد تكون المرحلة الأكثر إثارة للجدل في تاريخ ألعاب الفيديو بسبب سماحها التصويب نحو شخصيات روسية غير قابلة للعب. فبعد كل هذا، هل هناك دلائل أخرى لإثبات أن مودرن وارفير 2 هي من أفضل إصدارات سلسلة كول أوف ديوتي؟ وبرأيكم أي نسخة من كول أوف ديوتي هي الأفضل؟